وطني بولاية نواكشوط الغربية، حيث تعرف على تقدم الأعمال في التوسعة التي يشهدها المركز وعلى ظروف النزلاء والمراجعين. وتفقد رئيس الجمهورية التوسعة الحالية التي يجري تنفيذها في هذا المركز لضمان الاستجابة للحاجات الاستشفائية المتزايدة، وتلقى شروحا مفصلة من لدن القائمين عليه حول مساهمة التوسعة في تعزيز القدرة الاستيعابية لهذه المنشآت الصحية. وحث رئيس الجمهورية المسؤولين عن تنفيذ التوسعة على الإسراع في إكمال أعمال ورشاتها ومراعاة النظم المتفق عليها في دفتر الإنجاز. وتشول رئيس الجمهورية بعد ذلك في مختلف أقسام مصلحة العيون، وتعرف من القائمين على هذه المصلحة على أهم التجهيزات التي تتوفر عليها والدور الذي تلعبه في التخفيف